يعني المرأة هي اللي اخترعت الأدوية، كانت تستخرج الأدوية من الأعشاب السامة، تجربون على حالها بالأول بعدين تعطي لغيرها، يعني المرأة كانت تضحي بحالها كرمال الأشخاص اللي حولها، والمرأة هي اللي اكتشفت الطبق، يعني قبل كان ياكل الأكل منه، بس مرة من الأيام وقعت قطعة من الأكل من إيدها على النار، فشافت لما تكون القطعة مطبوخة ولما تكون لية، من خلال هذا الشيء قدرت إنها تكتشف الطبق. حتى المرأة هي اكتشفت علم الفصول والفلك، يعني تمارس عليها من قبل الرجل. المرأة لما تتعرض للعنف من قبل الرجل بتضل ساكتة ومتحملة، يعني ما بتدافع عن حقها، ما بتعرف قيمتها، دائما بتضل ساكتة، إذا الرجل عنفها بتضل ساكتة ومتحملة. فهذا الشيء عم يعطي الرجل إنه هو يتمادى أكثر وأكثر مع المرأة. ثاني شيء النظرة الخاطئة اللي بتنظرها المجتمع للمرأة. المجتمع دائما بينظر للمرأة لأنها هي إنسانة ناقصة مو إنسانة كاملة. السبب الثالث هو الجهل. لما تكون المرأة جاهلة والرجل جاهل لا هي رح تعرف حقوق الرجل ولا الرجل رح يعرف حقوقها. التربية الخاطئة أحيانا بتكون هي سبب العنف رجل على المرأة. يعني إذا الطفل نشأ في بيت، هذا البيت احترام المرأة غير موجود فيه، وعم يهينوا المرأة.